سمير صبري. قمر. احكي لي المعلومات اللي ما حدش يعرفها، مش المعلومات المتعارف عليها اعلاميا، يعني كلميني عن سمير صبري الانسان. سمير صبري ده انا حسرق من مدام لبنى عبد العزيز تعبير قريته لها مره في مقاله في الاهرام ويكلي. هي بتكتب مقاله كل يوم خميس في الاهرام ويكلي، فكنا افتقدنا حد مهم قوي، فقال التعبير حلو قوي، مش سوبر ستار، سوبر هيومن. فعجبني التعبير قوي، فسمير صبري يجمع بين الاثنين اللقبين دول، سوبر ستار وسوبر هيومن، لانه انسان، انسان بمعنى الكلمه. اولا يعني غير انه هو الشيء الطبيعي انه يبقى بار بوالديه، لا ده كل الناس اتضح انهم والديه. بر بكل الناس. ايه ده؟ احكي لي يا دلال، يعني احكي لي يا دلال، انا عارف تفاصيل كتير بس احكيها، لان هو ما بيحبش يتكلم عن نفسه. طبعا انا عارفه. لانه هو ابن اصول، سمير صبري ده ابن اصول، واولاد الاصول نادرين الايام دي، اللي هم عايشين على القواعد والمبادئ والاخلاق العاليه يعني. فهو اولا عشره قديمه جدا. بحترم فيه حبه للناس كلها وتقديره للناس واللي لهم تاريخ واللي لهم يعني سيرة ذاتية عطرة زي ما بيقولوا. بيحترم الناس كلها وبيسأل ومن قلبه، مش بيصطنع. يعني أنا عاشرته في أكتر من موقف. احكي لي موقف كده بعد إذنك. جنب يعني مثلا مدام نادية لطفي. أيوه. من الناس اللي كان بيسأل عليها، مديحة يسري، مدام مديحة يسري، لبنى عبد العزيز لغايه دلوقتي ربنا يديها الصحه والعمر يا رب، من اعز صديقاته، مدام سميره احمد من اعز صديقاته، ناديه الجندي ونبيله عبيد، وكانت رجاء الجداوي الله يرحمها، يعني كان كل الناس بيسال عليهم، مدام ساميه جمال زمان يعني الله يرحمها، مدام نجوى فؤاد ربنا يديها الصحه، مدام يعني تحيه كاريوكا، ومدام تحيه كاريوكا، يعني ناس كتير كتير. كل الناس ما بيسمعش ان حد دخل، سمير خفاجة الله يرحمه، يعني ما يسمعش ان حد دخل مستشفى او في مأزق. انا دي بقى اللي هقولها، لان احنا كتير كنا مثلا بنقف جنب حد يعني محتاج علاج، محتاج بتاع، فكان من هو من اوائل الناس اللي يساعدنا يعني، وحقيقي بجد ومن قلبه وبحب وبكرم الأصول، يعني الناس الأصيلة يعني. فهو من بيت، متربي من بيت، من عيلة، فدول نادرين. حتى بيبقوا الناس دي في خصامهم ولاد ناس ولاد أصول. احكي لي معلومة عن سمير صبري ما حدش يعرفها. هو سر. بصراحة بيعمل خير كتير. لا أنا عايز سر، قولي لي سر. أولا سر، هو مش سر، هو عارف فرفوش في كل الاماكن، يعني هو في كل، قصدي في كل المجالات تلاقيه موجود. لو في قاعده ثقافه تلاقيه اكتر واحد قاعد مثقف، لو في ذاكره الفن وتاريخ السينما والتلفزيون والمسرح تلاقيه علامه ذاكره ما شاء الله. يعني انا لما بتزنق في اي معلومه فنيه اطلبه اقول له سمير الفيلم ده كان بتاع مين الفلانه، افتح قناه كذا ووريني، قول لي دي مين دي، يقول لي على طول، يقعد يلعبنا زي ما نكون احنا الاطفال وهو نبقى قاعدين مبسوطين جدا. فهو حياته كلها بصراحه يعني مكشوفه للناس كلها من كتر الخير والظهور بتاعها والكرم بتاعه. فمش في بالي دلوقتي يعني سر، اعتقد ان كل الناس وكل الناس عشرته، وبعدين هو حبايبه كتير قوي قوي قوي. لو فتحت الحلقه بتاعته عشان حبايبه كل واحد يعمل مكالمه زي حالتي كده، باي باي يا جمعه، هو مش هيتكلم من كتر الناس اللي بيحبوه. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.